من سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل التيسير الشرعي الصحيح، فلا تشدد ولا غلو عند أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يحذرون من الغلو ويأمرون بالتيسير الشرعي ويحذرون من التساهل. بعض الناس اليوم يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم متشددون، وأهل السنة والجماعة في الحقيقة ليسوا أهل تشدد، بل هم أهل التيسير الشرعي، فهم وسط بين الغلاة والمتساهلين، وسط بين من عرفوا بالتساهل ومن عرفوا بالغلو، وفرق بين التيسير الشرعي وبين التساهل. معروف يا أخوة أن الفقهاء قد اتفقوا من جميع المذاهب الأربعة على أن من عرف بالتساهل لا تؤخذ عنها الفتوى، أما التيسير فهو مطلوب. وكيف لا يكون أهل السنة والجماعة أهل التيسير وهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. سبحان الله، تعرفون أين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ قاله في الأعرابي لما دخل المسجد، فتنحى ناحية في المسجد وبال في المسجد، فقام له الصحابة ليزجروه فقال: دعوه لا تزرموه. ثم قال في آخر الحديث: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فمن سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل التيسير، والتيسير هو دلالة الناس على ما دل عليه الكتاب والسنة.